بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني اللي بيقول إنه هو حضران هذا الكتاب عندنا، نقول قال أحمد شوقي: لأن تقرأ كتابا مرتين خير لك من أن تقرأ كتابين. هذا الشيء الأول. الشيء الآخر، لا يمكن لإنسان يقرأ معي كتاب ثم يعيد هذا الكتاب فيجد أنني أنسخ نفس المعلومات، إن لم يستفد استفادة جذرية ويشعر أنه من بين القراءة الأولى والقراءة الثانية هناك فارق كبير، فأنا لا أقرأ هذا الكتاب. يمكن الآن سنور وأنت بكل اللي كانوا معنا وأم صبحي كانوا معنا في المرة الأولى يشعرون بهذا. فاللي أنا بدي أقوله، هذا العلم أساسي، يعني علم أصول الفقه ليس علما عاديا. أنا لغيت الكافي الوافي لأنه خلينا نأسس صح. أنا الآن أؤسس هذا الكتاب واسع، ليس مختصر، ليس متن مثل متن الغاية والتقريب، وليس كتابا موسعا مثل الحواشي. هذا كتاب يؤسس. أنا أضيف على هذا الكتاب بمثله من الإضافات والفوارق. يعني الآن سنعود إلى نشأة هذا العلم. سأعيد بالنسبة للأخوات اللي كانوا أو كنا، كنت سامحون، مقصرات أو مجهولات، قلنا عن هذا العلم طبعا باختصار، أنا بس مشان من أجل أن أربط المسائل ببعضها، قلنا عن هذا العلم إنه من مفاخر المسلمين، أليس كذلك؟ يعني لا توجد أمة أصلت لاستمرارية دينها وصلاحيته للحياة إلا الأمة الإسلامية. هذا العلم لابد منه من أجل مراعاة التطورات التي تحدث في المجتمع. يعني واحد بيقول لي هلا أستاذ في بيع على الإنترنت، جائز لما حرام؟ طيب نحن عليش نعتمد بجائز أو حرام؟ على القواعد الأصولية. واحد مثلا يعني كل ما استجد من مسائل، يعني عندك أو عندي، كل المجتمعات تتطور وتتطور بصورة سريعة. كيف سنعالج هذه القضايا؟ من خلال القواعد العامة التي استنبطت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. نحن قلنا إن الآيات القرآنية التي تتحدث في الأحكام لا تتجاوز 500 آية. وابن العربي، مو ابن عربي يعني المدفون في دمشق، ابن العربي هذا علامة مالكي، فقيه مالكي، جمع هذه الآيات في كتاب سماه تفسير آيات الأحكام، 500 آية. الآن أيضا جمع بعض العلماء الأحاديث التي تتعلق في الأحكام مباشرة، فأيضا لم تتجاوز 500 حديث. إذن أنا عندي الآيات والأحاديث محدودة، لكن عندي النوازل، المشاكل، المستجدات، الحياة غير محدودة. فكيف أعالج اللامحدود بالمحدود؟ قال: من خلال علم أصول الفقه. من خلال هذا العلم أنا أستنبط أو أعود إلى ما استنبطه العلماء من قواعد، ثم هذه القواعد نضعها على يعني مثلا ما كان بثمن النبي عليه الصلاة والسلام دخان. طيب يجي واحد بيقول لي ما كان في آية، لا ما في آية، في حديث، لا ما في حديث. طيب شلون، شو حكم الدخان؟ بقول له حرام. طبعا حرام لمن يشربه دائما، اما اللي بيشرب سيجاره بنقول له من باب سد الذرائع، يعني النهي من باب سد كمان، هي قاعده اصوليه. طيب من جبتها؟ قال الاصوليون: لا ضرر ولا ضرار. فهذا ضرر، أنت تضر نفسك وتضر من حولك، هذه قاعدة أصولية. ما دام وقع الضرر، الآن في الدراسات العالمية كلها الذين يموتون بالتدخين أكثر من الذين يموتون بالمخدرات. إذن نستطيع أن نقول الدخان حلال؟ ما نقدر نقول الدخان. من أين أتينا بهذا؟ من القاعدة الأصولية وهكذا. انتبهنا؟ طيب من هو أول من أسس؟ باختصار أنا أختصر من أجل الأخوات، من أول من أسس علم أصول الفقه؟
أسس أم دوان؟ دوان. جيد. طيب علم أصول الفقه قبل نزول القرآن واحدة واحدة سأسأل. علم أصول الفقه أصوله أين نجدها؟ في القرآن الكريم. طيب بعد ذلك جرت كانت تجري سليقة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة أصحابه. طيب من يأتيني أو من تأتيني الآن بمثال من القرآن الكريم على قاعدة أصولية؟ مين الله هيك بتجيب لي؟ لا 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 يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. لا 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 الوجوب. طيب أقيموا الصلاة هذا واجب، هذا مقتضى الأمر الوجوب. طيب من أين جاءوا بأن مقتضى الأمر الوجوب؟ ذلك أدنى أن يعرفنا يعني ممكن يدخل بسد الذرائع. طيب سأقرأ لكم كلاما. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جيد، هذا أصل للحديث. هذا أصل للحديث. وما أتاكم الرسول فخذوه. وما إذن اللي بيقول لي أنا ما باخذ إلا ما يوجد في القرآن اسمه الآن قرآنيين. لا هن علمانيين، هن شو بدك سميهم، لكن ليس علاقة لهم بالقرآن. القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن بنص القرآن علينا أن نتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سأقرأ كلام للإمام الشاطبي، أنا قرأته المرة الماضية سأعيده بشكل سريع. قال وقد عد الناس قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله متضمنا للقياس. الله عم يقول له للنبي عليه الصلاة والسلام لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بالعامي يلي فرجاك يا الله المتضمن للقياس. كيف بدنا نحكم؟ يعني اليوم كان في مثلا نوع نوعين من الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم موجود أكثر من 100 نوع من الخمر، أكثر من 100 نوع. يعني أنا طبعا الحمد لله لا أعرفها، لكن من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أكثر من 100 نوع. طيب نيجي بنقول والله الشمبانيا ما كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هل هي حلال؟ الفودكا ما كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هل هي حلال؟ بصير هذا الكلام؟ طيب من وين بنجيب هذا الكلام؟ من قياس. الخمر اللي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ألم تكن مسكرة؟ طيب الأسماء الجديدة التي نراها في زماننا أليست مسكرة؟ إذا نقيس هذا على ذاك بالإسكار، بذهاب العقل، بعلة مشتركة وهي الإسكار. فلا يقال بأن الخمر والله الأسماء هذه الجديدة ليست حراما. لذلك جاء في طبعا سيأتي معنا في أشراط الساعة في آخر الزمان يعني يشرب بعض الناس أو يشرب الناس الخمرة ويسمونها بغير اسمها، ما بيقول خمرة بيقول كذا. المهم كل مسكرين خمر في حديث أيضا وكل خمرين حرام. طيب الشيء الآخر قال الإمام الشاطبي كذلك قوله تعالى وقد عد الناس قوله كذلك قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. قالوا قد يكون الاعتبار بالقياس، قياس الماضي على الحاضر أو الحاضر على الماضي أو الفرع على الأصل. انتبهنا يعني هذا التأصيل لأصل من أصول الفقه وهو القياس. كذلك قال الشافعي بعد الشاطبي وعفوا بعد ذلك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا يتضمن تأصيل الحديث الأخذ بالسنة الشريفة. طيب أيضا يذكر الإمام الشاطبي آية أخرى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع نولي تهديد. ما هو سبيل المؤمنين؟ قال هذا يتضمن الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال
متضمنا للإجماع. هذا بالنسبة للآيات القرآنية. بالنسبة للأحاديث في عندنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة. فامرأة يقال لها أم يعقوب، قال لها أم يعقوب تحفظ القرآن، يبدو أنها تحفظ القرآن، فجاء لما سمعت هذا الحديث قالت: كيف تلعن الواشمة؟ والله إني لأقرأ كتاب الله ما بين دفتي ما وجدت هذا، أنا أريد من الدفة للدفة ما وجدت هذا. قال: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. قالت: كيف؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي دعانا إلى الأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنه حجة هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله. فإذا الله هو الذي لعن. قال تعالى في آية أخرى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا سيأتي معنا بحث نحن الآن أصول الفقه، درسنا اليوم هو هذا: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. فالمصدر الأول هو الكتاب يعني القرآن، المصدر الثاني هو السنة. سيأتي معنا في تأصيل السنة هذه الآيات، لكن نحن الآن نحاول أن نفرق ما بين من أول من دون وما بين أول من نطق بهذا العلم، أول من نطق القرآن ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اللهم النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مس الذكر الفرج يعني، فقال لما سئل قال: إن هو في، طبعا في حديث، إن هو إلا بضعة منك. يعني شو بضعة؟ يعني بتلي إيدك، إيدك فقاس الإيد، بتنقض الوضوء إذا واحد إيده مست إيده، ينقض الوضوء إيده مست راسه، ينقض الوضوء، فهذه كل أعضاء بضع، يعني هي جزء منا. فقاس النبي عليه الصلاة والسلام أعضاء الإنسان على الزكاة، فقال: إن هو إلا بضعة منك. إذا ماذا فعل النبي؟ أنا يعني ما بدي لا أدرس الآن فقه، أنا أدرس أصول. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قاس. لما قال إن هو إلا بضعة منك قاس بقية أعضاء الجسم، انتبهنا، فهي لا بالإجماع يعني شيء طبيعي من المعلوم بالضرورة بداها أنها لا تنقض، إذن هذا لا ينقض. لكن طبعا في حديث آخر يأخذ به الشافعية: أيما رجل، قد يكون ناسخ لهذا أو كذا، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. لذلك عند الشافعية إذا أم عم تغير لابنها أو عم تغير لبنتها ومست الذكر فعليها أن تتوضأ. لكن أنا أتكلم عن هذه الرواية الآن، عن هذا الحديث. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هو إلا بضعة منك. أيضا الحديث اللي المرأة التي جاءت، هذا حديث رواه البخاري وذكر الشيخ عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي، على فكرة بأصول الفقه بتقروا فقه، يعني أنتم بدون ما تشعروا أنتم عم تقروا فقه وعم تقووا بالفقه، لأنه الأمثلة منين نجيبها نحن؟ من الكتاب والسنة أو مما قاله الصحابة، أحاديث انتبهنا ما أثر عن الصحابة. قالت: إن أمي نذرت أن تحج، إلى أم وندرت أنه تحج وبعدين ماتت، قالت فماتت قبل أن تحج، فأحج عنها. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي أو لا تحجي، شو عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استخدم القياس، قال: لو كان على أمك دين، أمك لو عليها دين أكنت قاضيته؟ إذا قاس. هي المعلوم كل على عند الناس جميعا أن الميت إذا عليه دين يعني الورثة يؤدون حقوق العباد، هذا معروف، لكن مو معروف أنه حق الله يعني هو دين، فهو جعله دين لكن لله. قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء. السؤال الآن: ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الإجابة؟ قاس. قام ليس كذلك، قام بالقياس، قاس النذر، نذر أمها للحج على الدين، فجعله دينا لكن لله، انتبهنا. هذا أيضا من الأدلة على
تأصيل علم أصول الفقه. وقال لها فقد الله فإن الله أحق بالوفاء. أيضا الحديث الآخر اللي عم بسترجع الأحاديث بس مشان اللي ما حضروا مشانك أنت كمان إيه عن التابعي الجليل أخرج الدارمي. لا تقولوا الدارمي في ناس كثير بيخربوا وقت واحد يقولوا الدارمي معناته مو طالب علم. الدارمي من دارم نسبة إلى دارم انتبهنا. سجستاني أبو داود نسبة إلى سجستان. النسائي بفتح النون نسبة إلى نساء. إذا قال النساء نسبة إلى النساء. إحنا ما عم نحكي عن النساء عم نحكي عن بلد ينسب إليها الإمام النسائي اسمها نساء انتبهنا. فعن أخرج الدارمي عن التابعي الجليل المسيب ابن رافع قال كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا. فالحق هذا موجود بالكتاب. فالحق ما رأوا فالحق ما رأوا. هذا تأصيل لإيش؟ الإجماع. كان إذا ما لقوا لا آية في كتاب الله ولا حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شو بيعملوا؟ بيجتمعوا. إذا اجتمعوا على حكم على فتوى قال فالحق ما رأوا فالحق ما رأوا. هلأ هذا الكلام بيرجعنا لحديث ليس مذكورا في الكتاب سأذكره الآن عن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يلي بيحب يكتبه يكتبه. قال أخرج الدارمي عن ميمون بن مهران رضي الله عنه. أخرج الدارمي عن ميمون بن مهران رضي الله عنه قال كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظرا في كتاب الله. عيب كتبتوا أنتم؟ كان أبو بكر رضي سيدنا أبو بكر يعني رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله. يعني إجته قضية واحد طلب منه فتوى وهو خليفة المسلمين ينظر في هذه القضية آية تتعلق في هذه المسألة قال فإن وجد فيه ما يقضي دينهم يعني مسألتهم قضى بهم. قال فإن لم يكن موجودا في الكتاب عم تكتبوا فإن لم يكن موجودا في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به. نعيد الكتابة هلأ الأولانية حعيد الحديث كله. قال كان مشان اللي فاتوا قال كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي دينهم قضى به. قال حال الثاني فإن لم يكن موجودا في الكتاب يعني في القرآن وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به. هلا هو ما موجود بالكتاب دوا لكن هو بيعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إنسان واستفتاه في نفس المسألة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا قال فيقضي به. طيب قال فإن أعياه يعني لم يجد في كتاب الله آية في هذا الموضوع ولم يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا أو فعلا يعني سنة قولية أو فعلية أو تقريرية في هذا الموضوع قال فسأل المسلمين. يجمع بقى بيقول لهم يا جماعة الفقهاء طبعا يا جماعة أنا جاءتني مسألة كذا. شوف معيب العالم يقول استنوا أنا كثير مسائل الله أكرمني بيقول له طمين أنا هذا في كلمة بيقولها اكتبوها هي كثير كثير بتتقل بالذهب بيقولها الإمام ابن القيم في أعلام كتابه أعلام الموقعين قال المفتي يوقع عن ربه. اوعوا تتجرأوا على الفتوى. المفتي يوقع عن ربه يعني أنا لما بتجي واحدة منكم هلأ بتسألني سؤال وبقول لها الجواب كذا أنا ما عم بعطيها رأي أنا أنقل لها حكم الله فأنا كأني عم وقع أن الحكم عند الله كذا. فلينتبه الإنسان لذلك جاء في الحديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. بدنا ننتبه ما بعرف أشكلت علي انتظروا رجعوا لعندي المسجد. فالواحد بينظر راجع شوف الكتب إذا أشكلت عليه طيب بيسأل إخوانه. قال هلأ نرجع للحديث
قال فأين عيا؟ يعني لا وجد في الكتاب ولا وجد في السنة. خرج فسأل المسلمين فقال أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بقضاء؟ هنعيدها مشان تكتبوها. فإن قال فإن أعياه، خرج فسأل المسلمين، يا ريت كتابتكم تكون بسرعة، فقال أتاني كذا وكذا، يعني إجاني إنسان بقضية كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به بقضاء؟ عرفتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها المسألة؟ كذبنا؟ قال فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء. فأحيانا بيقول له فلان إيه أنا شفت، وأنا الثاني كنت شاهد وكنت موجود، مو واحد جماعة، يعني كل واحد منهم النفر بيقولوا له لقد شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بكذا. قال فإن أعياه، هلأ لا بالكتاب ولا بالسنة، وكل اللي سألهم سيدنا أبو بكر ما حدا جاوب، قال والله ما عندنا في هذا علم. قال لا لا، قال جمع رؤوس الناس وخيارهم. هلأ بالأول عم يسأل عامة الصحابة، حدا سمع شاف النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسألة قضى بشيء؟ قال فربما اجتمع إليه نفر كلهم يقول قضى رسول الله. هلأ ما حدا قال له شيء، هلأ شو بده يعمل؟ ننتقل للمرحلة الأخيرة اللي هي الإجماع، نحن عم نحكي على التأصيل. قال فجمع، فإن أعياه جمع رؤوس الناس وخيارهم، يعني ما بيجي الناس لسه ما بتعرف تقرأ وتكتب بيقول لهم تعالوا لكم، ما بيصير. اليوم الدين بعض أهان عن بعض الناس، ما بيجوز يا جماعة كل واحد يحكي بالدين وكل واحد يقول، بتلاقي اللي قالت لك البخاري مخربط، من يومين شافت واحدة ممرضة هوني، قالت لها قال البخاري مخربط، منين جبتي؟ قالت لها والله على جوجل. قلت لها هذا شيخ جوجل مضل، فيه خير وفي شر، يعني شغلة مخيفة، إن هذا العلم دين فانظروا عمد، ما بيصير. لا 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 لا، هي أصلا ما لا تعلم، لكن لا يعني حتى جوجل ما بصير أنا أسأله، لأنه مين بيجاوبني بجوجل؟ هي عبارة عن مقالات ترفع جوجل. شلون؟ يعني أنت بتكتبي مقال هلأ أم عمر وبترفعي على جوجل، أنا بكتب مقال أو كتاب برفعه على جوجل، أم محمود بتكتب كتاب إن شاء الله بصير من المؤلفات بترفعه على جوجل، ولادك إن شاء الله بصيروا من العلماء، كل واحد عنده قدرة. هلأ نحن جونا ثقة، بيجي واحد علماني بده يشكك بالسنة مشان يبعد الناس عن السنة، بيهاجم البخاري وبيشكك وبيقول حديث الذبابة ومليون قصة، يعني وبعدين شو بيعرف؟ هاي بتقرا ما بتعرف شو بيوقع بين ايديها. شكك بالبخاري اللي قرأته وشكك بالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا سيدنا انا، يعني اليوم مثلا حديث الذبابة اللي حكوا عنه، سبحان الله هذا الحديث كثير طعنوا فيه بالبخاري لانه موجود بالبخاري، انه يعني الذبابة اذا وقعت في الحليب ان تغمس، فان في احد جناحيها داء وفي الاخر دواء. يا جماعة انا قرات وذكر هالكلام الشيخ نور الدين عتر في كتابه دراسات تطبيقيه في الحديث النبوي، وهذا الكتاب الاخير كمان يلي سواه شرح سبل السلام اللي كنت انت عم تقرا. لا هو شرح سبل اللي اشتغلوا شرح بلوغ المرام مثل سبل السلام، لكن شغل الدكتور نور الدين عتر. اي نعم. فيذكر انه هتلر في الحرب العالمية الثانية، يعني احيانا بعض الكتائب بعض الفرق العسكرية تكون محاصرة، فبدهم شيء يضمدوا الجراح ويمنعوا الالتهابات، فاكتشفوا انه اكتشف احد العلماء عنده الالمان في زمانه انه في احد جناحي الذبابة مادة اسمها بكتيريوفاج قاتلة لكل أنواع السموم، وهي اللي بتحمي الذبابة لما بتقع على القاذورات. فصار يقول لهم أنا ما أدري أني جناح، يعني تحددوه اليمين أو اليسار، فصار يقول لهم اقتلوا الذباب وخذوا هذا الجناح وحطوه على الجروح، فصار يستخدمه في وقت الحصار وقت ما تصل الأدوية. ديننا لا يمكن أحد يقدر يوقفه بالشر، لأنه دين الله، لأن اللي خلق الكون هو اللي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فلما نغمسها ومنطالعة
معناته قطينا كل الجراثيم اللي موجوده في الجناح، ربما تكون نزلت على الجناح اللي هو الجراثيم، انتبهنا، فبصير قاتله. لكن الثاني مطهر كامل. هلا بقى بتجيب نفسك انت تاكلي، ما بجيب نفسك، نحن مدللين، عايشين بيئه مدلله وعايشين بمدن، هذا موضوع ثاني. انا اتكلم الان، هلا لو كنا محاصرين مثل ايام الغوطه مساويه لما ما مساويه؟ ما في ناس تحاصرت ايام حلب وشافت الويل؟ بما انه ذبحوا القطط واكلوا ومعناه ذبحوا القطط واكلوا، صحيح، نعم، بالضروره طبعا. قال فيقول ابو بكر، يعني لما قال، عفوا، ان رسول فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، خليكي معي، قال فإن أعياه خرج فسأل المسلمين فقال أتاني كذا وكذا، فهل علمتم من رسول الله قضاء؟ قال فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا سنته. هلا لما جمع الأعيان وجمع الليل وقالوا له اتفقوا على رأي، انتبهنا، قال فإن توصلت عن ثم جمع رؤوس، لا لا، عفوا دقيق، وفي ذلك قال فإن لم يكن موجودا في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به. قال فإن أعياه قال خرج فسأل المسلمين، في حدا شاف النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أنه قضى بشيء في المسألة؟ فسأل المسلمين فقال أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به بقضاء؟ قال فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء. قال فيقول أبو بكر، هلأ لما بيقولوا بعد قضاء النفر اجتمعوا إليه، هنا بقى بيفرح سيدنا أبو بكر. قال فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا سنة. لما بيقولوا له إيه شفنا قضاء، بيقول الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا سنة. الآن الأخيرة اللي هي الإجماع، قال فإن أعياه جمع رؤوس الناس. هلأ ما في حدا قال له رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بهذا الأمر. قال فإن أعياه جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإن اجتمع أمرهم على أمر قضى به. هذا تأصيل لإيش؟ للإجماع. أستاذنا الشيخ صفوان داودي الله يحفظه اللي عم يقرأ له الكتاب يقول هذا الحديث اللي أخرجه الدارمي دليل على أن أول من أصل لعلم أصول الفقه بشكل صريح وواضح هو سيدنا أبو بكر. هلا كل الآيات والأحاديث هي إشارات، يعني دليل على أصل تأصيل العلم، لكن هذا واضح أنه جمعوا ناس ناس لحتى انتبهنا. أولا ينظر في كتاب الله، ثانيا إن لم يجد نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد سأل الصحابة هل منهم من رأى رسول الله أو يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في هذه المسألة، فربما شهد النفر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بذلك، فيشكر الله الحمد لله الذي جعل في أمة نبينا من يحفظ على نبينا سنته. طيب ما لا أحد قال بينتقل بيجمع كبار الصحابة والعلماء والمجتهدين وبيسألون هاي المسألة شو بدنا نقول فيها؟ فإن اتفقوا على مسألة قضى به، يعني الإجماع، يعني الإجماع، يعني أصل للكتاب وللسنة وللقياس وللإجماع. نعم، في مسألة كمان هي فقهية. أنا قلت لكم يلي بيحضر يلي بيحب الفقه وبيحضر درس الأصول بيتعلم فقه وبيتعلم مو من باب، يعني نحن لما نبلش باب الطهارة هون ساعة بيجينا بالجنائز، ساعة بيجينا بالطهارة، ساعة بيجينا بالبيوع، يعني بصير عنده ملكة، بصير عنده ساعة اللي بيقرأ بأصول الفقه، لأنه حسب المثال، المثال ما بيتقيد بأبواب الفقه، المثال بيتقيد بقواعد الأصول. طيب هلا في عنا حديث كمان ما قلت لكم يا الدرس الماضي، شايفين شلون دائما في شيء جديد يا ام عمر؟ يعني انا عم راجع لهون الدرس عم بعطيكم شيء جديد الان، الدرس الماضي يا ام صبحي ما قرينا الكلام، مظبوط؟ طيب قال اخرج الطحاوي، اكتبوا كمان هذا المثال كمان جيد، هي بحسنة الحجة ام حميدة، قال اخرج الطحاوي عن إبراهيم النخعي، فتح النون فتح الخاء، عن إبراهيم شاعر
أخرج الطحاوي عن إبراهيم النخعي، أي سلسلة ذهبية أبو حنيفة عن نعم. قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون على الجنائز. اكتبوها لكم شو القصة، بعدين بنتابع الكتاب تسهل علينا الكتابة. مختلفون على الجنائز، لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى من الناس، معينتوا من الناس من كان يقول إنه نكبر سبع تكبيرات، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر سبع تكبيرات، ومنهم لا تكتبوا هلا بعد نقلكم كذا بس عم اشرح لكم، ومنهم من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر خمسة تكبيرات. أنا سمعته واحد عميل لك سمعت النبي عليه الصلاة والسلام على خمس تكبيرات، انت يعني سماعه قوي عنده إلى درجة ما حيرد على اللي قال له سبع تكبيرات، واحد بيقول له أربع تكبيرات. فهون سيدنا عمر رجل دائما يعمل على جمع كلمة الأمة، رجل عظيم وصاحب رؤية. أنا ألفت سلسلة مرة لقناة الرحمة وصورتها، وكانت معي الحجة ام تميم، فمزح معي هذا المصري المخرج، أنا قاعد هيك والكاميرا هيك وام تميم ورا الكاميرا، أنتوا أم عمر المصاروة يعني لكم لفتات حلوة. قال لي ده أنا خليها تجلس هناك وانت تطلع عليها، حط الكاميرا بزاوية بحيث أنا أطلع على الكاميرا وزوجتي وراها. قال لي وهي اللي حتديك الإلهام بعون الله. انت تطلع الكاميرا والحقة وراها وهي حتديك. كنا بالقاهرة هذا الكلام في مدينة 6 أكتوبر، في مدينة الإنتاج الإعلامي، مو مدينة 6 أكتوبر؟ نفس نعم. طيب قال حنعيد الحديث. قال أخرج الطحاوي عن إبراهيم النخعي قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون على الجنائز، فأحدهم يقول كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا، وآخر يقول سمعت رسول الله يكبر أربعا، كتبته آخر يقول سمعت رسول الله يكبر خمسا، وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أربعا. وظل الأمر هكذا حتى قبض. قال وذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه، تم الأمر على هذا الخلاف بين الصحابة حتى قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال فلما ولي عمر ورأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدا. فلما ولي عمر، لا اكتبي يا عمر.